تمام يا فندم، 30 في الطابور. اقرا الاوامر. امر عمومي يراعى تشديد الرقابه واليقظه التامه اثناء الخدمه، وعلى جميع ضباط الصف والنوتيه ان تبليغ عن اي حادث اثناء فتره الدوريه، وذلك لوجود اخباريه عن تهريب مخدرات تقتضي من الجميع شده الانتباه واليقظه. بالامر الله والوطن. دوروا عاوزين يفكوا. تانجا 10 بعد كمان لحظة، لو قربنا ناحيتهم هيرموا البضاعة في البحر. مع السفارة جوني بسرعة.
معلم بيومي، انا مش عارف نودي وشي منك فين، وحياة سيدي المرسي ابو العباس ما كنت نعرف ان اخوك. ولاني ما كنتش عاوز حد يعرف من سنين وانا متبري منه. هو كان معاه ايه؟ كان معاه كوكايين وهرين كمان. الله يكحمه مطرح ما راح. يعني ما انت زعلان مني يا راجل؟ عيب، دي شغلتك وقمت بالواجب اللي عليك. الله يخرب بيت دكار وبيت اللي بيتاجروا فيه. روح يا شيخ، الله يعمر بيتك. الباقية في حياتك يا سيدي، حياتك الباقية. كان حقك نصحته انه يبعد عن الفريق ده. انا كنت بشوفه ولا اعرف انه موجود في اسكندرية بالكلية. غريبة، اتفضلت الفن من يومه وكلنا طاردينه ومتبرين منه من سنين. كل عيلة فيها كفواها. اتفضل، ده تصريح باستلام الجثة من المشرحة. انا استلمه؟ حد الله ما بيني وبينه ماليش شأن بيه. الحكومة تدفنه مطرح ما هي عاوزة. احنا استعوضنا ربنا فيه من زمان. سيبنا من الحكاية دي، خلينا في شغلنا. طلباتك يا معلم. ادي كشف بالعمال اللي عاوزين لهم تراخيص دخول. الو، مفتش فرقة عاوزني؟ صباح الخير يا فندم. صباح الخير. الحكمدارية عايزة تقرير عن حادثة التهريب الأخيرة. تم إيه في التحقيق لحد دلوقتي؟ المتهم المقبوض عليه قال إنه هيعترف لوكيل النيابة بكل معلوماته عن العصابة اللي بيشتغل لحسابها. أدخل. والله عندنا أمل نتوصل عن طريق اعترافه لأخطر عصابة تهريب في البلد. وهو كذلك يا فندم. مع السلامة يا فندم. يترحل النيابة الساعة 10. حاضر يا فندم. دلوقتي الساعة 8. من دلوقتي لحد ما يوصل النيابة محدش يتصل بيه كليا. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. سيب لي الكشوفات دي نستوفاها، واخر النهار ابعت لي حد يستلم التراخيص. ممنون جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع يا عسكري، ده المتهم المقبوض عليه قضية تهريب الهرايين داخل أبايب. ايوه هو. هاتوا هنا سيادة مساعد الحكمدار، عاوز يستجوب المتهم بنفسه قبل ما يتحول للنيابة. حضر الضابط جاي يستلمه، هاتوا. السلك بتاعك فين؟ انا اركب. معلم عرفان. مرحب. كنت فاكرنا هنسيبوك. رجالتنا نعرفوا نحموهم كويس. تاخد سيجارة؟ سمعت انك كنت هتعترف. علي وسيدي جابر ما فتحت بقى بكلمة. انا كمان ما صدقتش. عشان كده احنا خطفناك وجبناك هنا. عارف ليه؟ عارف، عشان اخيلكم ولازم تخلصوني. لا، قول له يا شوقي احنا خطفناه وجبناه هنا عشان ايه؟ قول له. ضابط قبل ما سلمه المتهم. يا فندم ده ضابط رتبته كبيره، وادي رتبته ممكن حضرتك تعرفه. ازاي تسلم المتهم لاي واحد واقف قدام النيابه؟ يا فندم ده ضابط راكب عربيه والسواق بتاعه عسكري. ادخل. اه يا فندم. اشاره من مباحث المحافظه لسيادتك يا فندم. اديني سياده المامور. سياده المامور، جاتنا اشاره من مباحث المحافظه بتقول: ردا على اشارتكم رقم 6 بتاريخ امس، نرجو العلم بأن جثة المتهم المذكور وجدت بجهة العملية وبها طعنة نافذة في القلب. لا يا فندم، عندنا أدلة تانية موجودة في الملف هتساعدنا على كشف العصابة. خلي بالك. حاضر.
تثبت المار ما تخافش من حاجة. ما تخافوش ازاي؟ يقول مجحوم جاب سيرتي في المحضر. انت يعني كنت استقرت المحضر؟ كل يا شيخ كل. اخ لو حد يقدر يسرق المحضر من بزوه القضية. والله ده بعيد عن شنبك يا حيل. ابدا دي ممكن تتدبر بس عاوز اصرف. الريس هيصرفه ما يتأخروش. فرغالي اخو مرات شاويش خميس يقدر يأثر عليه ويخليه يطش الدوسيه لو بقصتوه بقرشين حلوين. انت تعرفه فرغالي ده؟ صاحب الروح بالروح. طب خلاص نكلموا لك المعلم عرفان في الموضوع ده. ابوس ايدك. عيب يا راجل اطمن. كل بقى. سردينك لنا الحرز ومحضر التحقيق. مين؟ شاويش خميس. اجري خد حتة التلج وحطها على نفوخك من تحت. فرغالك ومراته هيتعهد لنا بكده. بس لو نعكموه حكمة كويسة. لو اديتني موس وقلت له مشيه على رقبتك رايح جاي ما اقبلش. ما هو من مصلحتنا نطول شاويش خميس تحت بطني. لو طولنا هو مش هننفرد تاني. اصل فرغالي له سكة تانية معاه وفرغالي هو قاعد تحت. اقزل لي انت وانت هتشوف. اتكلمت معاه في حاجه؟ انا ما نغلطش يا معلم.
انا موافق. شوف اما اقول لك. ايوه. طب انزل انت دلوقتي. حاضر يا معلم. لا مؤاخذه. على ايه يا حلو؟ قطعت عليك وخلوتكم. لو كنت اعرف ان في حد هنا ما كنتش طلعت دلوقتي. احنا خلاص خلصنا كلام. كلام ايه اللي بتتكلموه في السر ده؟ كلام شغل. شغل؟ نفسي اعرف انت بتشتغل في ايه؟ ناقصك حاجة؟ طلبت شيء ولا جاش؟ ناقصني راحت فكري ودماغي، ناس داخلين، ناس خارجين، ودودة ووشوشة. بتتكلموا في ايه؟ بتقابلوا في السر ليه؟ كل أعمال الكوميسيون إذا ما كانتش تتم في السر باظت. طب تسمح بقى من فضلك وإحسانك تبقى تقابلهم في بيتك؟ على عين والراس. أمرك يا جميل. بس إذا ما كنتش تزعل قوي كده، تعال هنا. على فين؟ حضرتك يا فرغالي يا أخويا، ولا لك عليا يمين، أنا مبايع الولية حتتين الصيغة اللي كانوا في إيديها، على القرشين اللي كانوا حيلتي، لحد ما لميت لك 100 جنيه. جمعت لاني؟ ده من يدك ليده. أنا عارف يا فرغالي عارف، ريت كان ليك أنت، كنا أدرى عليك. وجب فلوس. مظبوطين؟ فرغالي، كلام سري ما يخرجش بره. ولا كأني سمعت حاجة، الدوسيه كأنه في جيبك. جدع. ده برضه عشرة ما فيك يا فرغالي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. شوف لك لعبه تانيه غير نشان. اني لازم نكون نشان جبريم عشان نطلع ضابط كبير مش زيك شاويش بثلاث شرايط. اه يا ابن ال ابن ابوك. معلش يا ست بهان، معلش يا ستي، حقك عليا انا. اتفضل فهمها. بيقول لك يعني ما تزعليش ولا مؤاخذه. اتفضل. مرحبا يا فرغالي. عافا معلوم. يعافي بدنك يا سي خميس. مرحبا ابو نسب. اهلا ابويا. شوف خالي جاب لي ايه. الله دي حلوه قوي. تعيش وتجيب يا فرغالي. ازيك يا راجل، وحشتنا. اهلا اهلا. ايه تاكل؟ دي حاجه كانوا في الراحه بيها العيال. سطيت على مين؟ قول بالحق. ايه وانا وش كده؟ انت كده نفسه فجر. انا راجل كسيب لكن نحب نكسبه بنبه. خد دي عليهم. اعمل بيها ايه واني هسرح مع الرقاصه؟ ايوه عليك، مش ابي قد تقول لخالك كده؟ فيش في الزوق غير الصمار. في كتير. طب شوف لنا بندقيه رش احسن. هنشتري لك واحده النهارده يا عم، ما تورطش نفسك معاه، ده ما ينساش حاجه ابدا. الخير كتير. نفسي اعرف الخير ده جالك منين؟ منين؟ ايوه، من الحداقه والفهلوه والشتاره. التلات حاجات دول لهم اسم واحد بس. ايه؟ الناس. بيتهيألك. لكن انا بنكسب الجني في غمضه عين. ماليوه اعمل لنا شاي على ما اتكلم مع جوزك كلمتين. تعال نتكلموا جوه. شفتوا خالكوا بيحبوكوا قد ايه؟ اللعبه من دول تساوي الشيء الفلاني. شايفينان ازاي يبقى كام؟ يبقى جنيهات. حاكم خالكوا يطلع القرش من عين العنتيل. يا ما نفسي اشوفك فالح زيه. لا يا ست انا مش هطلع فالح، انا هطلع ظابط عشان الناس يضربوا لي سلام على الصفين. سلام لاخوك يا بيت. يا شيخ قول كلام غير. اسمعني بس. اسمع ايه؟ 50 جنيه. ابدأ عشان 50 جنيه. اديوه. قول 500 تبقى مبلوعة. حاجة تخلي الواحد يقايس. تعال جوه نتكلمه. اسمع بس. وما ادوك فلوس. ايوه. خدت كام؟ 50 جنيه اللي قلت لك عليهم. حتة واحدة. يعني مش ممكن يدفع اكتر من كده؟ ولا مليين. ما دام ما عندهمش غير كده هات بقى. حيلك. وده استنى معايا تجيب الدوسيه نسلموك بقيت حقك. عندك حق.
دي بقى الحداقة والفهلوة والشطارة. قول لي بقى هنستنوك فين؟ استناني عند رصيف الخشب جنب الجامع. هنستناك هناك. سلام عليكم. مع السلامة. الله، على فين؟ مش تستنى لما تشرب الشاي؟ اشربيها انت بدالي، انا عندي مشوار مهم. طب يا اخويا مع الف سلامة. سلامة حلو. هو كان عاوزك في ايه؟ في شغلانة هنكسبه منها ذهب بكرة نقولك عليها. اشتغلي بقى بندقية رش بدل هتكسب ده. هنشتريهولك. ودي حضرة الزاوية. مكانك، اوعى تتحرك. عملتها يا خميس. الصنعة تحكم. اعمل ايه في الحداقة والفهلاوة يا فرغلي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لا عفيني، خد لك ازازة ازوزة. ولو اني مستعجل لكن هنقعدوا معاك خمسة. عندي خبر هيبسطك قوي. هات اخبارك الحلوة الله يبسطك. لقعتلك جماعة الابايب حتة مقلب نظيف سخن هيطلع من نفخهم. جماعة الابايب مين؟ اللي بيهربوا الكوكايين والهرايين في الابايب. لا شيخ، كانوا عاوزين يرشوني ويخلوني اسرق الحرز بتاع القضية وصدروا لك مراتي في الشغلانة الوسخة دي. وبعدين وعرفوا منه اسم الجماعه اللي رشوه. مش راضي يقول، مصمم على الانكار، وهو مشرف جوه مقبوض عليه، لكن غصب عننا عينه هيقرب اللي عرفه عنه. روح يا شيخ الله يعمر بيتك، اهي دي تستاهل عليها كوبايه شربات، كوبايه شربات للشاويش خميس. شوف الحال، سبحان الله، زي ما تكون طيارات متشكله مستر بحمام. سبحانه. بنفتش على الكتكوت اللي كان رائد هنا، حسب الله، تعرفه؟ حسب الله؟ ابن مين ده؟ مفيش حد يا فندم. شرف معانا على الاسم. اني والحمام؟ انجر قدامي، خلي الغلبة دي للتحقيق. طب ما تزقش. يا اخويا مش تقولي مبروك؟ جالك منين ده كله؟ ايه من خيرك؟ خير انا؟ انا حلت اللضا؟ يا اخويا ما تنكرش نعمة ربنا كده. انا شايفاك امبارح واخويا بيديلك الخمسين جنيه، رحت اشتريت دول على الحساب وكسيت لي ولاد. يا خبري سويت، ما سألتش روحك اخوك اداني الخمسين جنيه ليه؟ يمكن كان عطيها لك علشان شغلانة في ظهاله ولا حاجة. واخوك بيشتغل ايه؟ اشتغل في كل حاجة يا اخوي، ده فهلاوي وصاحي. اه وحرامي. ما تقولش كده على اخوي. اخوك كان عاوز يرشيني بخمسين جنيه علشان يسرق له حزة قضية. وبعدين يا ندمتي عملت ايه؟ اتكلم. بلغت عنه واتقفش. ترمى اخويا في السجن. مش احسن ما ترمي انا؟ والصح برضه تحبسه قبل ما يجيب لي البندقيه الرش، حرام عليك. اسكت انت يا ولد.
نصحته كتير ووريته ان انا مش وشي كده، مش عاوز يصدق ان ايدي نظيفه. تقوم تغش وترميه، ده جزاته اللي حاسس بينا وفقرنا وعاوز يساعدنا. المساعد ربنا. صحيح انا فقير وولادي محتاجين، واذا حد فينا عي ما بلاقيش حق الدواء، لكن ده رزقنا ونصيبنا لازم نعيش بيه. الحرام لو غنانا يوم حيضيعنا العمر كله. منك لله يا خميس، ده انا ماليش حد في الدنيا ابدا غيره. اخويا ترميه في السجن وتسجنه بيدك علشان يتربى، علشان يعرف ان الحداقه والفهلاوه والشطاره ما بينفعوش. الحرامي لازم يتسجن. كفايه بقى، انا اخويا لا حرامي ولا نصاب، انت اللي دبرتها علشان تبين شطارتك. انا طول عمر الراجل واخوك هو اللي حرامي. كنت عاوزين اعمل ايه يا استهالي؟ اخد من اخوك رشوه وتاني يوم اترمي في السجن؟ عاوزه جوزك يتحبس واخوك لا؟ ما تتكلمي، سكتي ليه؟ اسمعي، انا مش عاوزك تفتح الموضوع ده تاني ابدا، انت فاهمه؟ اخوك حرامي وخد جزاءه، خلاص خلصنا. خلصت من العزومه جيت لك على الطوالي. ومين اللي كان عازمك؟ البوليس. وتخرج من هناك تيجي هنا؟ احسن فرصه على بال ما يخلصوا اجراءات المراقبه نكون احنا اتفقنا على الشغل. هما خدوك من السكه؟ لا من العشه. ومسكوا حسب الله؟ طار قبل ما يمسكوه. اوزي مظبوط. يا سلام، الناس اللي بنشتغل وياهم دول اشراف تمام، ميزانهم ما يقلش خردله. ايوه ما يطمعوش في اكتر من الثمن الحراق. ان ما كانوش يكسبوا مكسب حراق ايه اللي يخليهم يجازفوا؟ الشويه دول بورقه بمد، يعني كل ست جواز حمام شايلين في رجليهم 10,000 جنيه، يعني 10,000 جنيه طايرين في الهواء. لا يا معلم، مين اللي هياخد باله من برج الحمام بعد البوليس ما عارف سكتي؟ تهدي انت برضه، ما دام المخانه دي فاتت عليهم خلينا زي ما احنا. ايوه لكن الواد خميس ما خايف منه خالص، لازم نشوف له طريقه. ايوه صحيفه ثواب اتملت، قتل اخويا راشد وخلانا قتلنا واحد وهربنا واحد من رجالتنا وقصقص ريش فرغالي اللي حب يساعدنا وسحب البوليس لحد عشتك وقعك في سين وجيم. السين وجيم لسه حبالهم ممدوده بيني وبين البوليس. نلهيهم عنك بتحقيق تاني. يا سلام لو كان جنايه قتل. نضبوها. Thank you.
بيقولوا لك مبروك على ايد القطط زادت واحد نفد مندي كمان وكان هيقفش الواد فرج اللي رمى عليه البراميل ابن الابنسه ده بسبع ارواح الليله هيودع على ايد مين على ايدي انا وفي بيته وفي فشته وبعدين عملت ايه هنعمل ايه نهجم على القطر ولا ننط فوق العربيات وهي بتجري وقفت متكتل هو انتهزها فرصه وشال حس كده مش هيسيبوك لابد انهم يترصدوا لك تاني خليني بجايه وانام شغال في حضرتك الحاس ربنا يا ابني لسه بدري عليك لما تكبر يا ريت تسيبك من الشغلانه اللي يعلم ربنا بيها دي وتشوف لك اكل عيش من طريق تاني شوف مين عليهم ربنا يخليك ليهم ويخليك لي انت كمان شد حيلك امال الشد على الله انا هاخد العيال وانام في الاوضه الثانيه وخليك انت مستريحه في الاوضه دي ده المعلم بيوم يا طيب يا اهلا 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 بك اهلا بالنور اهلا وسهلا اتفضل مساء الخير اهلا وسهلا اتفضل ايه اللي معاك دي دي بندقيه بندقيه ايه عجبك كده يا سيدي نرد نقول له ايه والله انا مكسوف اقول بندقيه فيلا يا سيدي لا 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 فيلا ايه خد دي النبي قبل الهديه وانا قبلتها ايه دي بندقيه رش برافو عليك كف ما عملتهاش انت عشان تطلع ناصح زي ابوك ايوه ابوك كان هيموت النهارده تشرب شاي ولا قهوه حقك تسقينا شربات الف مبروك يا بطل انت سمعت امال ايه اللي جابني ما حبيناش نروح قبل ما نطمنوا عليك فيك الخير يا معلم بيومي تشكر هي البلد فيها كم خميس الناس تعشقه ايوه بيحبوني موت موته تقصف رقابيهم المجرمين دول مش رجاله دول عرفتش غريمك مين انا ماليش عدوين يا معلم اللي عمل الشغلانه دي عصابه التهريب جماعه الابائيب الله ينعلهم في كل كتاب مش كفايه السم الهاري اللي بيهربوه ويبيعوه وكمان قتلين قتله يا سلام يا سلام الحمد لله ربنا سلم عن اذنك بقى نعمل لك كوبايه شاي لحسن الجماعه تعبانين شويه تعال عليهم اللي بالك المايه ما تجري يا ولد نصلوا العشاء يا احسن وجب امرك نصلوا فين اتفضل جوه في اوضه تحصل لنا البركه ده انت اللي بركه يا خميس روح يا شيخ الله يعمر بيك اتفضل اتفضل يا عم بيومي تحب تتوضى الحمد لله طاهر طول عمرك طاهر عن اذنك بقى ما اشوف الشاي تنامي بقى عايزه ايه بس وديها يمكن عاوزه تنام جنبك تعالي يا بطه تعالي خلي ابوك ينام ايوه عليكي وعلى شكلك انت يا بنت صغيره تعملي هالعمله دي وبنت يا خميس نام على سريري في الاوضه الثانيه عملتيها برضو تعال تعال انا ما فيهاش حيل لا اقلب مراتب ولا اغير مليات Thank you.
سكت البنت خلي الواحد يعرف ينام. وبعدين بقى في الليله دي يا بيت يا عالم الحقوني يا ناس انت عم احمد يا عم احمد انت يا ناس الحقوني يا عالم الحقوني يا عالم اصمت عدم اصمت عدم انت هتروح شد حيلك يا خميس. على الله. شد حيلك يا خميس. هي الخرصة اللي شافت القاتل ماتت؟ لا مصابة يا فندم في المستشفى. لكن دي تعبانة قوي يا فندم. الدكاترة منبهين مفيش أي حد يتصل بيها. وموقفين حرس قدام أوضتها. طبعًا هي الدليل الوحيد ضد القاتل. ولو شافته هتعرفها على طول. مسيرها تقوم وتدل عليه. شد حيلك يا خميس. على الله. شد حيلك يا خميس. كله على الله. الباقية في حياتك يا سي خميس. حياتك الباقية. اقعد يا اخويا استريح اقعد. نعمل ايه في حظنا؟ انكتب لنا. تعزيني ونعزيك. وازاي حصلت الحكاية دي؟ امر الله ونعم بالله. انت بس سبت سريرك ورحت فين بس؟ قمت قبل الحادثة بخمس دقايق. نمت في سريرك. شوف الحظ اجلها. ما تاخسنيش اللي اتاخرت عليك. كان بودي نيجو بدري لكن الظروف هي اللي اخرتني. طول عمرك راجل شهم يا معلم. تصبح على خير. مع السلامه. المهم دلوقتي تحب دم اختك يروح حضر؟
نعمله ايه واني محبوس؟ تقول اللي تعرفه وتتكلم. مين اداك الخمسين جنيه؟ انا اللي اقول لك على دي. حسب الله، حسب الله هو اللي ادهب لي بيده. ما انت اعترفت بدي في التحقيق، المهم بيشتغل مع مين؟ ما نعرفش دي، لكن انا قابلته في عيشة فراق عندي عرفان الفرارجي. يبقى عرفان لي سكة مع العصابة. ما نعلمش دي، لكن حسب الله بيقعد في الخمارة اللي بيقعد فيها عرفان. واسمها ايه الخمارة دي؟ اسمها خمارة بحري. خمارة بحري. ايوه يا ابو، احنا ناس على باب الله والناس بتيجي وتروح بنسميهم زباين. ده الشردسته يعني ما تعرفوش؟ جمبري طازه، جمبري جمبري جمبري. ولما جه بختنا من هنا. حسب الله فين؟ زمانه جاي. طب قوم شوف شغلك قبل الناموس ده ما يزل ويقع عليه. اعمل لك همك. لا مؤاخذة يا فندي، الكرسي ده بتاعي. أنا متأسف. ده مطرح انا. تسمح تقولي نقعده فين؟ مش ضروري تقعد، البدلة دي لها احترامها. ليك مزاج تشرب كاس سيبها في بيتكو والبس لك بنش. اجيب لك الزوزة. نجيب لك اني قهوة سادة؟ ظريف اوي كلامك، بينقط سم. تهوى شوف لك دورية راجعة روح معاك.
انا عندك. راح فين؟ نزل ايدك. سيبه بقولك. ما قلنا نزل ايدك. هشلوها منك يا معلم. وشرف امي منعتك. شايفين المعلم بيلحس البلاط. اوعى اقول لك سمي علي يا اخويا سمي. صدق على انت هو بس. وشرف امه هو اللي موريه. وده مش تاخد غيرها. شوف على امك يا شيخ. معترفش بحاجة يا فندم. مدعي الإنكار على طول ومفيش ضده أي دليل غير شهادتك. يعني شهادتي دي ما تخلوش يتحبس؟ إن كان على الحبس ما هو هيتحبس. إحنا عاوزين نوصل للعصابة. يعني مش قادر يتكلم أبدا؟ خايف لا يقتلوه زي ما قتلوا زميله. والله يا فندم أنا احترت خالص المسألة دي. دلوقتي إحنا اتأكدنا إن عرفان متصل بالمهربين وهنزود المراقبة عليه هو والبت نزهة اللي ماشي معاها. يا صاحب بعتني خليت أنا غالي. يا صاحب بعتني خليت تمن غالي وعلى لساني وخلي لي شرف غالي. شرفك مخلي مركبك عالي. قولي لوالدك يخلوني على حالي أولى ما أنزل لهم وأنذر لهم أحالي. قولي لكن شايلين عالي. ايوه زباين تكركب البطن نص المحل مخبرين ولسه. ايه الجرى كله استريد يا جمبري 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 جمبري. مش حاجه انت العادي؟ لو ما ارزق انا كنت بطلع المحل محل اللي لقيت اللي بتدور عليه. في حاجة حطوه جوه الدولاب. انت جيت امتى؟ مفيش حاجة عندك تتشرب؟ خمارة مليانة. ما تنزل تشرب تحت عشان تتفرج على السحن والاشكال الدايرة تلف جواه. اذا حد سألك مرة تانية على حاجة قولي له ما نعرفش. من غير توصية يا اخوي. انا نعرف حاجة نقولها. عشان كده ما كنتش بنحب نتكلموا معاكي. انا ليا كلمتين. كلمتين؟ ايه هما؟ يا تتجوزني يا تسيبني. انزلي تحت الشغل عايزك. الحال ده مبقاش يعجبني. ولا انا. بنشقى وناكل لقمتي بعرقي، لزوم هي نتبهدل بين الناس وده يبص لي وده يراقبني زي ما نكون مشبوهه ولا اجرام. اعملي نفسك مش واخده بالك منهم. ما هو لو مسكوك انا هنعص منك وبتحت تملى البلد كلها. ويمسكوني ليه؟ انا عارفه. امال بيراقبوك ليه؟
معاد نمرتك قرب. ايه اللي طلعك؟ امشي انزلي. مانيش نازلة. ولا عشان خاطري؟ مانيش نازلة، خلص عليا وريحني. يا عجيب، خلص عليك. نطلعوا له؟ ما انت ساعده، خليك في حالك. يووو يا ما نفسي بس ارجعه كف واحد. كف مين؟ كل عيش وانت ساكت. انزلي شوفي شغلك. كنت شاطر على السواحل اللي كففك التراب. امشي انجري. تراب البلاط مش كفايه عليه، انا هنسففه تراب الترب. بكره تشوفي. تسمح بقى تفطر وتتوكل على المدرسه؟ حطيت ليمون. ما عندناش ليمون يا عليو. ايه يا حبيبتي عاوزه ايه؟ اشرب. حاضر حاضر. انا بقى لما نفطر ركب لنا زهر القميص. حاضر. مفيش زرار؟ هو مش موجود؟ لا مش موجود. خلاص يبقى وقع. طب وهجيب لك زرار منين دلوقتي؟ هو الدكان اللي على القمه ما فتحش. لا لسه ما فتحش، لسه بدري. استني يا حبيبتي بس لما اخلص من اخوكي. استني شويه. تعيانه. هتعيها ليه يا ابني بس؟ سخنه ووشها مزغ. تعلمني الحاجات دي كمان. يا ساتر يا رب. لو كنت خاصه هنا كنت عملت لها حقنه. قلنا الخرصه في المستشفى لسه ما لسه ما خرجتش. ماني عارف. انا بقول لك لو كانت هنا. اعمل لك هم بقى بلاش غلب. عندها لك ست حجيجه تشوفها. يا ابني الدنيا لسه صبح وكل واحد وراه مصالحه. نامي. يلا اتفضل. كتب ايه؟ يلا. صباح الخير يا استاذ خديجه. صباح النور يا اخويا. والنبي البيت تعبانه شويه بشوفيها. ما تخافش يا اخويا، هنشوفوها ونعملوا لها اللازم. روح شغلك. الله يعينك. ما نتحرمش منك بس ابقي قاري عليها. حاضر. يلا يا ريس خميس، التلفون عايزك. الو ريس خميس. ايوه يا فندم. البقيه في حياتك، بنتك بطه ماتت. ايه؟ الو 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 الو. تعال تعال. ما تعرفيش مين اللي كلمني في التليفون يا استاذ خديجه؟ مفيش حد يا اخويا. عجيبه، امال مين اللي كلمني؟ يا خبر اسود، البندقيه رحت في داهيه. خد البنت يا استاذ خديجه. البندقيه البندقيه. انه عندما كان متعينا في الخدمة أهمل في المحافظة على سلاحه الميري وتسبب في ضياعه. حلو. ويفصلوه من الخدمة؟ مفيش كلام يا فندي. ارميها له في المية. الله حلوة. خش الطابور.
الطابور. اتفضل حضرات الضباط. اقرا الحكم. اجراءات المجلس العسكري المركزي المنعقد بجهه بولكلي بامر السيد مدير عام مصلحه السواحل والمصايد وحرس الجمارك لمحاكمه رقم 312 رئيس نوتي خميس ابو سيف. فندم. من قوه قسم سواحل ميناء اسكندريه نظير الادعاءات الاتيه. الادعاء الاول تركه نقطه حراسته وذلك انه بجهه ميناء الاسكندريه في 1/5/1955 ترك نقطه حراسته المعين بها بدون اذن. الادعاء الثاني ابقاده سلاحه اهمالا وذلك انه بنفس الجهه والتاريخ المذكورين في الادعاء الاول اهمل في المحافظه على بندقيته مما تسبب عنه سرقتها. اعتراف المتهم. وقد اعترف المتهم بانه غير مذنب في الادعاءات المقامه عليه ولكن المجلس وجد انه مذنب في الادعاء الاول والثاني المقامين عليه. الحب حرس داخل بر بيلان لا. المجلس يحكم على المحبوس 312 رئيس نوتي خميس ابو سيف. افندم. اولا بعزله الى درجه نفر. ثانيا بطرده من خدمه مصلحه السواحل وقد توقع الحكم في يوم 7/5/1955 وتصدق على قرار المجلس وحكمه من السيد مدير عام مصلحه السواحل والمصايد وحرس الجمارك. تمام يا فندم الحكم. ايوه يا فندم. شد حيلك يا ريس خميس. ربنا عالم اني مظلوم. معلش. سلام عليكم. سلام عليكم. مع السلامة. ايه اللي حصل يابا؟ يعني اللي سمعته صحيح؟ سمعت ايه؟ بيقولوا انك سرقت سريقة. والله هربت تهريبة عشان كده رفضوك. انت تصدق ان ابوك يعمل حاجة زي دي؟ لا لا. ده كل اللي يهمني انك تعرف ان ابوك راجل شريف. ما تخافش عليه، بكره ربنا هيظهر الحقيقه. واديني قلعت لهم بدله المير اللي كانت حيشاني عنهم. اديني فضيت لهم. راجل وخيرك علينا. اشتغل يا ابني اشتغل. يا واد بطل شعاوة انت راح خلنا نفقدوك. ابويا
عشان ما يخيبش. ليه بس كده يا مؤذي؟ حرام عليك. ولا الحمام دي عجبني، استضل منه على قد ما تقدر على المنجوله. حاضر. خلصت بدري يعني؟ بدري من عمرك، دول عمري نستبشروا بيه، وقعوا في ايدي. مين دول؟ النصحين اللي بيهربوا كوكايين في رجلين الحمام. اللي بيهربوا الكوكايين في رجلين الحمام؟ ايوه، الوضع اللي هو ابني اصطاد حمامه بالبندقيه اللي جبتها له. حمامة مين؟ من اللي بيطير في قلمينا، لقيت في رجلها انبوبه مليانه كوكايين. وعملت فيها ايه؟ وديتها القسم، والبوليس هيدويها وهيطيروها عشان يعرفوا بتحط فين. ايه رايك بقى يا عم؟ ده انت جن يا خميس. ولسه انا مخلي الواد ابن عليوه يتربص للحمام، واي واحد هيتشوف انشه على طول كمان. روح يا شيخ، الله يعمر بيتك. لا يا ريس لا، كمل، انا مش عايز اشوف لها اثر هي والارض حتة واحدة. كمل. ماشي. شاويش الزفت ده رفدناه وقلنا خلصنا منه، وبرضه ورانا ورانا. انت نسيت عليه وابنه كمان؟ صدني بندقيتي وقطع الخط الجو اللي ما قدرش يقطعه انا بالمخدرات بحاله. ولد نبيه، خسرته. شفقان عليه؟ خسرته انه مش معانا. قصدك ايه؟ مش فاهم. عيب يا عرفان. فهم. ايه رأيك؟ دي بقى معلم فكرة مدهشة. قرب يا عليو. نعم يا حضرة الناظر. كل المدرسين بيشكروا فيك وبيقولوا انك ولد شجاع، صحيح كده؟ ايوه يا حضرة الناظر. عايزين نشوف شجاعتك النهارده لما تلاحظ ابوك وتواسيه وتخليه يحس انك مش خايف عليه. ابويا ماله يا حضرة الناظر؟ حادثة بسيطة قوي، هتلاقيه بخير. روح شوفه، عندك اجازة النهارده. حصل ايه؟ قول لي، طمني. لا يا ابني بخير، مفيش حاجة، ما تخافش، هتشوفه دلوقتي. سلام عليكم حضرة الناظر. ابويا ابويا. يا ما تخافش، ما تخافش دلوقتي، تشوف ابوك. ابويا ابويا فين؟ ابوك اتسقى مات. انت مش بتقول معين هو فين؟ ايوه يا ولد، عيان ووديناه المستشفى. انا عاوز ابويا، عاوز ابويا. طب والبالك، ما تخافش، ادينا رايح نجيبهولك. تعال هنا، انا عاوز ابويا، عاوز ابويا. خليك هنا، قلنا ما تخافش. خلي بالك منه، لو عمل حاجه وضبه. عاوز ابويا، عاوز ابويا. هجيب لك ابوك، بس تعالى. عاوز ابويا. يا ده عاوز ابويا، عاوز ابويا. تشتبه في حد معين يكون خطف ابنك؟ اشتبه في عرفان ورجالته اللي دايما يسهروا معاه في خمارة بحر. عندك اقوال تانية؟ ما عنديش يا حضرة الظابط، ما عنديش غيره. ده ابني وحبيبي وصاحبي، ماليش غيره في الدنيا. ده يتيم، يتيم يا حضرة الظابط. اطمن، الاجراءات هتتم بمنتهى السرعة. حضرة ظابط المباحث هيقوم معايا. اطمئن يا ريس. الله يخليه. فاتتك حاجة مهمة. ايه هي؟ كنت اشتريت بندقية تانية للسبع الصغير عشان يصطاد بيها الخنفس اللي في سجنه. ما هي ما فاتتنيش دي، لكن بقى لقيتها ما هياش نافعة. ليه؟ اصل الواد عينيه دغششة من كتر العياط. انت مش قصيت عليه الواد لاشح؟ القصة
مسك له الخزرانه طول النهار وقاعد يضرب فيه، كل ما يعيط يقول له بخلي ابوك الشاويش خميس ينفعك. لا اشرح، ده ابن جنيه. ايوه عفريت قوي. انما احنا هنشتغل امتى يا معلم؟ ما توصل السعاده الجمرك. فكره السعاد دي فينو قوي يا معلمي. على فكره انا وني ساعتك الا ساعتي واقفه مليانه. خلصت ملانه. انت صاحي؟ لا الجمبري هو اللي صاحي، الفريسكي الصاحي. اهلا وسهلا، يلزم خدمة؟ عندنا امر بالتفتيش. حضرتكم من بتوع مصلحة الانتاج؟ ما بندورش عن خمرة مغشوشة، بندور على الواد اللي خطفته. واد؟ انا خطفت واد؟ ليه؟ رأية ولا سكينة؟ البيت قدامك اهو، فتشوه تاني. خدوه بره في البوكس. استنى عندك، فهمني الحكايه ايه قبل. الله يلا المساله ايه، ما تفهمونا. يلا على البوكس. اوعى انت مالك ومال المعلم، اوعى ايدك تاني. اوعى تتحرك. مسكينه ليه؟ عشان خطف الولد من الشاويش. مش عارفه، سمعت من شويه بيتكلم مرجان وعرفت انهم حابسين الولد بيت الاشوح. والعمل احنا مالني؟ البوليس يعرف خلاصه معاهم. الشاويش ده صعبان عليا قوي. وانا برضه صعبان عليا. ما هو مدام البوليس خد خبر يبقى هيقتلوا الواد. واحنا مالنا يا ستي؟ انت ما تعملش شيء لله. نخلصوه. تعرف بيت الاشوح؟ عارفه ودايسه الف مره. طب واذا الاشوح اتراجل علينا تقدر عليه؟ اقدر عليه، نقدر على ابوه. يلا بينا. يلا بينا. الاشوح؟ ايوه المعلم. ونص في واحده مستنياك بره. طب ما تخليها تيجي، اصلها بتنكسف. انا ما بنكسفش، بس ما نقدرش نسيب المطرح. ما مش مستنيه بعيد، دي هنا. نشوفها، خلي بالك من الباب قوي. انا الاشوح، عايزة حاجة يا مدام. أيوه رقبتي. أنا عايزة غير رقبتك. ما بتاكلش ليه يا أب؟ يا ترى انت فين يا ابني؟ حليوة بعتك تساومين على ابني. يوه سيب ايدي عشان نعرف نكلمك. انت انا هناخد اجلك، انت كتير هنا برجليك. ده انا جايبه لك خبر حلو عشان ابنك. خلاص ما بقناش ناكل من النمر دي، شبعنا منها. افهم مني كويس. ولا الجن الازرق هياخدك من هنا. يا ريت. لا يا شيخه، شغل الخمامير ده ما يخشش عليا انا ابدا. انا سكت لكم كتير، لكن جه دوري علشان انتقم من عرفان ورجالته. انا في عرضك، ما تجيبليش سيره عرفان. حلوه دي، تكونيش يا وليه فاكرين ده عصافير. وهي سيد الموسى ابن عباس، انا بكره عرفان زي ما بتكرهه اكتر. لو كنت اشحر ما كنت فصلتك. فين ابني؟ اتكلمي فين يا حليوه؟ حليوه حليوه. ابويا ابويا. حليوه ابني حبيبي. ازيك يا ابويا؟ هربت ازاي؟ هي اللي هربتني، هي والراجل الزفر ده. هي الراجل الزفر ده. وجابت لي اكل في السكه وقعدت تبص فيا زي ما تكون امي تمام. يعني مكسوف منك. حصل خير،
عندك حق تشك فيا. دراعك بيوجعك؟ مش قوي. حقك عليا، انا نستاهل كسر ايدي بعد الشهر. نشربوا بقى شربات حلاوه الولد. ايه يا برضو واجب، ما تضيعش وقتك، لازم تبلغ البوليس. معلش المره دي نسامحوه. بقى يعذبك انت وابنك وتسامحه؟ دي مش نوبه قلب يا استنوزها، دي ترقيده للمعلم عرفان. خطف الولد ياخد فيه 3 اشهر، دول ما يشوفوش غليلي. المخدرات توديه تأبيده. مخدرات؟ هو بيتاجر في المخدرات؟ ده انت على نياتك قوي قوي قوي. دي طيبه قوي وعبيطه قوي وحلوه قوي. لكن ايه اللي خلاك تهربي عليوه مع ان عرفان راجلك؟ ده انا عايشه معاه غصب عني، عايز اخلص منه النهارده قبل بكره. ما بتحبوش، ما بتقبلوش. خلاص يبقى مصلحتنا واحده، انت اللي تقدري تساعديني علشان يسلموه للبوليس. اتفقنا. كابتن يا ولد الحمد لله. معرفتيش تفتحي ده؟ ده درج مسحور مليان خيرات. الواحدة من دول تساوي 100 جنيه دهب احمر. ملك ايديكي. الحاجات دي لازم تتشال من هنا حالا. انا حرامي لا سمح الله؟ نشيلوا حاجات ما نملكهاش ازاي؟ ما تملكهاش؟ امال مين صاحب الحاجات دي؟ صاحبة البيت. صاحبة الشأن. بتقول ايه؟ بنقول ان مغرم صبابة. بنيجي نزور نبوس الايادي والخدود وناخدوا بعضينا ونروحوا. لا نعرفه كوكايين ولا قريين. اسمع ما اقولك، يا تشيل الحاجات دي من هنا نبلغ البوليس. ها؟ قلت ايه حكيماني؟ ما سمعتش. انا ما نوديش نفسي في داية عشان خاطرك. سيبها عندي ليه يا اخي؟ ما تاخدها في بيتك. وناخدوها في بيتي ليه؟ ونتحبسوا لوحدي ليه؟ طول ما احنا حبايب يا نعيشوا سوا يا ناخدوها تأبيدة سوا. انا مش هنسكت عليك، هبلغ البوليس. بقك ينفتح بكلمة واحدة هنقطعوا خبرك. أنا هوديك في داهية. رجلك مش هتغطي باب الشارع. من هنا ورايح مفيش شغل. هنقفلوا عليك الباب بالمفتاح ومش هتخرج أبدا، اتفقنا؟ بوليس. خبير! خبير! في مصيبة. اضربها وهيعذبها وهيموتها. اعمل معاه خلصها وخلص ناني كمان. هخلصها واخلص عليه. نهايته قال لي عاوز دست الجندفلي. جبت له دست الجندفلي. قال لي دست الجمبري. قشرت له دست الجمبري. اسمع علا، انا مش عاوز حد ابدا يقطع عليا. اطمن. خش انت شوف شغلك. تعال. واحده ست عاوزه حضرتك بره. حلوه. سفيره عزيزه. بالاذن يا معلمي. يلا علا. جمبري جمبري. ايوه يا معلمي. صنيوره. من هي يا علي؟ على راس اليمه يا معلمي. تشكر. لو جاع وكلوه. هي بتاع البحر. هي ده انا بقول لك. ده مؤاخذه، الكرسي ده بتاع عندي. اتفضل. ايه الحكايه؟ حاسب يا اخينا انت، ده المعلم. سيبوهم الاتنين بيتكلموا سوا يعرفوا خلاص. تشرب ايه؟ ما عاوز اشرب من دمك. خطفت ابني وحرقت قلبي عليه. Yeah!
وكان أول جمعة لولا المدارس ما عملوا للعلوم جمعة. يعني مفيش عركة ولا حاجة؟ صحتك اشرب. انا هشرب من دمك ده، انا هوديك في داهية. انت توديني لما الحكومة تمشي. انت مبطوح ليه؟ مالك يا جدع؟ اصلي مبسوط شوية. ما تقولهم يمشوا بقى. والله زمان يا حبايب يا حبايب. يا اخي بقول لك في عكه جوه. كنا جوه يا فندي. انت مش سامع؟ دول شاربين وعاصفين، سيبهم في حالهم. عاوزني اصدق انت اللي قتلتها. انا هخلص عليك قبل ما اسلمك. طب امال مين؟ اتكلم. مشاني مشاني مشاني. اتكلم. مين اللي قتل مراتي؟ اللي قتل مراتك. قول اللي قتل مراتك. اتكلم. يبقى لازم من هنا. دي حيطة سد. مش ممكن. ادخل.
احنا متاسفين لحجزك 4 ايام على ذمه التحقيق لغايه ما جالنا افراج النيابه. متشكر يا فندم، لكن مفيش اي دليل ضد القاتل. التحقيق لغايه دلوقتي ما اثبتش حاجه، لكن عشمنا كبير في الوصول للقاتل. على الله، يعني دلوقتي اقدر اروح؟ اتفضل. شكرا. يعني لو كان اجله طال شويه كنت عرفت مين اللي قتل مراتي. مش يمكن الواد عرفان ده كان بيضحك عليك ويكون هو اللي قتلها؟ لا يا معلم، انا متاكد ان اللي قتل عرفان هو اللي قتل مراتي. يبقى احسن لك تبعد عن سكته يا خميس يا ابني، ده باين عليه قتل قتله. مسيره وصل له برضه، وانا وراه والزمن طويل. ما تخربش على روحك، انسى الحكايه دي وسيب ربنا يخلص لك منه. ونعم بالله. على فكره يا معلم، الواد ابن عليوة نجح في الامتحان وعاملين له قعده كده صغيره على الضيق، والانس ما بيحلاش الا بوجودك. وانا نتاخر؟ ده عليوة زي ابني تمام. روح يا شيخ، الله يعمر بيتك. نفسك وشايلها ليه؟ نزليها. لا لا، وانا مالي. تعالي يا بطه تعالي. لا سيبها هي مبسوطه كده. طبعا تنبسط غصب عن عين ابوها. مش خايف ابوها يسمعك؟ يتفلق بعد الشر. غني والنبي تغني. انا نغني لي غني يا حلوه؟ تعالي معايا. يلا يلا حلوه، يلا بقى خليكوا حديين. انا ليا طلب عنك. عملت لك مياس حساك ووراها صوابعك. لا 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 لا، الموضوع مش موضوع اكل. عاوزنا غنيلك اكتر من كده؟ يا خبر، يا ترى ايه؟ انا مش عاوزك تروح الخماره دي تاني ابدا. وهو احنا هنعتبها تاني؟ براو براو عليك. في حاجه كمان؟ لا ده انت طلباتك كترت قوي. ابا ابا، كلمت الفقع اللي هيجوا؟ كله ولست يا استاذ، مفيش منك وشاف ام. فقع ايه اللي كلمتهم؟ اصله بقى يا ستي نجح وعاملين له ليله لله. الف مبروك. الله يبارك فيكي. يعني هيجي صحيح يابا؟ امال هو انا ليه بركه الا انت؟ روح العب مع اختك. روح.
احنا كنا بنتكلموا في ايه؟ الله يجازيك يا وادي عليوة. كنت بتقول ان لك طلب تاني. ايوة يا ستي، طلب التاني انك تقعدي هنا معانا على طول. اديك شايف العيال متعلقين بيك قد ايه. الموضوع ده عاوز شوية تفكير. وليه تشغلي بالك وتفكري؟ ما انت شايف البنت بتحبك قد ايه. اشوف ينوبك سواب فيهم وفي انا كمان. طب اديني شوية وقت وبعدين اقول لك. خدوا حريتك، انا مش قصدي ننهي الموضوع ده النهاردة ولا بكرة. لا انا لسه قدامي شغلانة لازم نخلصوها. شغلانة ايه؟ لازم نعرفوا مين اللي قتل ام علاوة. يا خسارة، كان خلاص عرفان هيقول لك على اسمه. مثلنا برضو هنعرفوه. اهلا 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 وسهلا. ده انا مين؟ دي الولية الخرصة اللي شافت القاتل. اهلا وسهلا. اتفضلي استريح. اتفضلي. اهلا وسهلا. بتقول ايه يا ولد؟ بتقول بعد ما خرجت من المستشفى خدوها على الكركون. وبعدين؟ وبعدين جابولها ناس كتير على ايديهم غصب زي اللي على ايد الراجل اللي ضربها بالسكين. ما تعرفتش عن حد منهم. يا خسارة. بتقول عاوزة تروح عشان تستريح. مع السلامة. مع السلامة. هلو مقضى أمنا واستنى واستنى بمولد الهادي وطاب القرار وطاب عقبال ما ببارك لك على الوظيفه يا شيخ خلود. ده علشانك يا عليوة. مفيش كتر خيرك يا هلا. كتر خيرك يا عمي. على ايه؟ دي حاجه مش قد مقامك. شربات يا هلا. اتفضل جوه معاك. هوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سلام عليكم. من على قلبي المسره والفرح. اعملي واحد شربات وحلاوته زياده وطلعي لي المعلم. المعلم جاب لي بسكليتة. المعلم بيومي؟ وجاب لي بنطلية قبل كده، بيحبني زي ابنه تمام. لما بدا عشان اوديها له. لما بدا. اتفضل يا معلم. انا ليا اسنان للحلو ده يا عليوة. الشربات ده نشربه يوم فرحك. تشكر يا معلم. نعمل قهوة. دي معقولة. سادة يا عليوة. هوا. لما بنا. اهو سادة المعلم. هي بتسمع. ما شربش الشربات لمار. اصل حضنه في اسنانه مخلقة. حلوة ايديه وكتير. ربنا يشفيه. كمان عليك بتحبه قوي. قهوة خلصت. تعالي معايا وانا شاورلك عليك. مش ده عقبال الشهاده الكبيره كده ان شاء الله. اتفضل يا معلم. نتجوز كده بعزك ونفرح وننبسط كده بالمره. I'm gonna get it.
لا مؤاخذه يا معلم، اصل الوليه دي مخها تعبان شويه. لا ابدا ما فيش حاجه، لكن انا مش فاهم عملت كده ليه. لازم فهمت انك ايه؟ شاورت لها كده ولا كده؟ محاكم دول مخهم ضيق شويه. جايز برضك عن اذنك بقى. والله يا معلم انا مكسوف منك قوي. يا راجل ما تقولش الكلام ده. سلام عليكم. الف مبروك يا علي والف مبروك يا ابني. مع السلامه. الله يبارك فيك. انت بتقول ايه يا واد انت؟ ده لسه جايب لك العجله. وانا اللي بقول دي بقى، انا اللي بتقول ما كانش هو قتل امي تطلع تراحها. يمكن صحيح يا سي خميس. صحيح يا استاذ نزهه، ده راجل يعرف ربنا، ده بيصلي فرض الفرض وما بيسيبش السبحه ابدا من ايده، انا اعرفه من 10 سنين. ويجرى ايه بس لو تفوت على رهانه وتستفهم منها؟ بقى اكدب نفسي واصدق الوليه المجنونه دي؟ انت واد بتخرف ونام، قوم. خلاص ما عادش متدخل لك في حاجه تاني، قوم يا بت. هذا كلام ده؟ المعلم بيومي. علشان خاطري فوت على بهانه واستفهم منها. حاضر يا ست، هفوت عليها الصبح. المعلم بيومي قال. فين يا معلم؟ والله يا ابني نسيتها في البيت. ليه؟ لا ولا حاجة، أصلي لمتها لك. نويت أصلي ركعتين لله. الله أكبر. لا لا لا، ده أنا عاملها قبل منك. قرية خميس، مش ده المكان نتحاسب فيه؟ تعال معايا بره. اما اني كنت مغفل بشكل، دخلت علي امور المشيخه بتاعتك ولبستها زي الكرتل، لكن اديك وقعت زي الرك. الله ينجيك يا معلم بيومي. ان شاء الله مش هينجيه طول ما انا ماسكه. لله يا معلم، هنعطيكوا ازاي وانا متكتف كده؟ والنبي تسيبه يا سي خميس. هسيبه، ده انا ما صدقت اني مسكته. الله ينصرك على من يعاديك. ما نصرنا وخلاص. انت خايف من اهرابه منك؟ هاني، ده انت لو طرت في السما هنجيبوك. اتفضل اديله. كسر خيرك يا سي خميس. خلاص يا سيدي، اديته الحسنة. الحمد لله. روح يا شيخ، إله يخرب بيتك.
ليك يا ريس خميس. تعال عودتك للخدمة وظهور براءتك، وإن شاء الله تكون قدوة حسنة لزملائك. متشكر يا فندم. تسمح يا فندم؟ أفندم. بس نشوف الجماعة. اتفضل. انطلع. تمام يا فندم.